في أقصى جنوب مدينة الهند. يستحضر ضوء القمر الكثير من عجائب مملكة الحيوان، إلى جانب الكثير من الكوابيس المرعبة. في هذه الغابة الشاسعة التي تقطعها الأنهار للأوردة النازفة، ساحات قاتلة تملأها الصراعات العنيفة. في ليلة واحدة يصارع سكان هذا المشهد الغامض للحفاظ على حياتهم. هذا هو الجانب البري من الهند الذي لم يره إلا القليلون فقط. يتخلل السحر البري إحدى أكبر المحيطات الحيوية على الكوكب، بيئة يقطنها مشعوذو وساحرات مملكة الحيوان. إنها الغابات البرية في جنوب الهند، حيث يوجد دائما ما هو أكثر مما تراه العين. حين يتلاشى ضوء الشمس الذهبي مغادرا المشهد الطبيعي، يشوش سحر الليل القادم الأسود هذا الجمال، مشيرا للصائدين ليبدأوا غزو السماء والماء واليابسة.